16 ما يعليها علامات استفهام أحكم عدوانية بغير ذنب فاعل الأيادين الخفية اللي قامت بالقضية قضيات المعتقل المغربية. نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع المعتقلين الإسلاميين أمام مقر البرلمان في الذكرى 14 لإحداث 16 مايو الأليمة. أليمة لأنها خلفت صنفين من الضحايا. الصنف الأول يعني الناس اللي قتلوا في الحين لا يسعنا إلا أن نتضامن معهم بشكل مطلق كون أنهم خوتنا مغاربة مسلمين. والصنف الثاني من الضحايا واللي كنعتبره هو الصنف المستهدف والأساسي من الأحداث هذه هم الإسلاميين بشكل عام في المغرب والتيار السلفي بشكل خاص الذي زج بالآلاف منه داخل السجون المغربية. نقف اليوم لنطالب العاهل المغربي بالتدخل من أجل وقف التجاوزات والانتهاكات التي طالت هذا الملف من طرف المؤسسات المعنية بهذا الملف هذا، ومن أجل كذلك المطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك من أجل يعني مطالبة بفتح تحقيق نزيه من أجل الكشف عن المدبر الحقيقي لهذه الأحداث كون أننا نعتبر أنفسنا ضحايا لهذه الأحداث ولسنا مستفيدين هذه الأحداث الغامضة التي لم يتبنها أحد. عقب يعني تولي حزب العدالة والتنمية للحكومة السابقة يعني كان تم واحد اللقاء ما بين اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ومصطفى الرميد بصفته كوزير للعدل حينها، ووعد يعني وعد المكتب التنفيذي للجنة المشتركة بأنه غادي يفتح حوار وطني من أجل يعني إيجاد حل لهذا الملف هذا فور الانتهاء من إصلاح منظومة القضاء، لكن للأسف عندما انتهى من إصلاح منظومة القضاء خرج علينا في وكالة المغرب العربي للأنباء بتصريح يقول فيه بأن ملف السلفية الجهادية في المغرب ملف أكبر منه كوزير للعدل. أحداث 16 مايو الأليمة إنها الأحداث التي شرعنت لانتكاسة حقوقية غير مسبوقة في حق المغاربة من أبناء الصحوة الإسلامية، حيث زج بالآلاف منهم في غياهب المعتقلات السرية منها والعلنية، وقمع وضيق على باقي الإسلاميين ومؤسساتهم وهيئاتهم، ولم يسلم من ذلك حتى جامع القرويين ودور القرآن.